لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. بهذه الطريقة لا يمكن الوصول إلى حل. أنا أدرك تماما أن النظام الجزائري هو النظام الوحيد الذي يرفض أن يتغير، ومن ينتظر أنه من النظام يغير نفسه بنفسه هكذا بمحض إرادته ومزية منه للشعب راهي توهم. النظام متى يتغير؟ عندما يكون بين مطرقة وسندان، عندما يكون بين سندان داخلي، شعب داخلي قوي، جبهة شعبية ضده، وأيضا هناك ضغوطات دولية عليه. في هذه الحالة يفرض عليه التغيير. أما إذا كان هكذا مبسوط خارجيا ما عنده حتى مشكلة، لا جهات خارجية لا منظمات دولية لا كذا كذا، وداخليا الشعب اللي يتحرك ذلك يدخلوا الحبس ويدير له ملفات وكذا وكذا، الناس الله يحسن عونها. في هذه الحالة تريد النظام حقيقة راح يتغير. والغريبة أنه عندما تأتي منظمات وهيئات دولية تدين هذا النظام، وش يدير النظام؟ يحولها كأنها تدخل خارجي، مثل ما فعل الاتحاد الأوروبي، رغم أن الاتحاد الأوروبي يقوم بكيل بمكيالين ويشوف مصالح، ورغم أن البرلمان الأوروبي هذا قرار لا يحك لا يصح، ولكن لديه دعاية إعلامية. وش حوله لك؟ هما أصلا النظام الجزائري عامل اتفاق شراكة، ومن شروط اتفاق الشراكة هذا أن يحترم حقوق الإنسان وفق المنظور الدولي، وفق المواثيق الدولية، وفق ما يؤمن به الاتحاد الأوروبي، هذا من الشرط. وبذلك فتح له المجال أنه يتدخل لما يكون هناك تجاوزات وفق هذه المعايير لحقوق الإنسان. البرلمان الأوروبي يدينها ويتكلم عليها. إذا أنت اللي فتحت له الباب، معناها فقط تريد فقط أنه حتى تخون كل واحد يلجأ إلى المنظمات الدولية أو أن يتكلم، ومن بعد خليها تتكلم على روح المنظمات الدولية. وعلاش تجند الشعب كله التدخل في الشؤون الخارجية وكذا وكذا وكذا، وغدوة تمر المرحلة هذه وتمر هذه الحمى، غدوة نفس المسؤولين الذين يعتبرون هذا البرلمان الأوروبي غدوة يظلوا يجروا عند البرلمان الأوروبي ويكسبوا فيه وينسوكم في الحكاية هذه. إذن الإشكالية وين راهي يا جماعة الخير؟ الإشكالية وين راهي؟ يجب أن يكون هناك وعي، التغيير ضروري. الحراك الشعبي ماذا طلب؟ طلب نهاية العهد الخامس، صح، محاكمة المفسدين، استرجاع الأموال، إعادة الحكم للشعب، يكون انتخابات شفافة، إعادة الانتخابات في البرلمان يكون نزيه، العودة إلى الشعب بطريقة فعلية. وين هو العودة إلى الشعب؟ وين هو حل المؤسسة؟ فقط نهاية العهد الخامس. بوتفليقة راهو مبحبح، رغم أنه اسمه ورد في كل القضايا اللي تحدثوا فيها، ولا تم استدعاؤك شاهد، بل أنه خرج عمارة بن يونس وراه جاي، وظهرك يزيد يخرج لك توفيق، وخرج لك طرطاق، وخرج لك ربما يخرج لك حتى سعيد بوتفليقة. وين هي الأموال؟ الأموال الشعب هاو ما يقدرش يجيب من لابوست. أنا أحيانا نتكلم مع الوالد ولا مع العقارب، والله العظيم يكلموني يقول لك نضربه باش نجيبه دوره من البوستة نحصل. إذن المشكلة مشكلة هنا يا جماعة، مشكلة هنا. واحد يجي يكتب لي أنك تقوم بما يقوم به الخوارج، شنو هالحكايات الفارغة هذه؟ هذا المنطقة أقوله أنت في وسط جماعتك والأمير اللي مأمره عليك وكذا وكذا وكذا، واللي تحولته إلى تنظيمات سرية غير معلنة وهلامية فقط، جاي تقول مش من خوارج بالمنطق نتاعك، القايد صالح من الخوارج لأنه ساعد الشعب ضد بوتفليقة، الشعب اللي خرج كل ضد بوتفليقة من الخوارج. وحد الحكايات، وحد العبث، يعني واحد بعض الناس، أنا شفت الحالة اللي راهي فيها الجزائر من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، والله مؤسف. جيوش إلكترونية قليلة الأدب، جيوش إلكترونية أخرى ذات صبغة إيديولوجية معينة يظلوا في هذا ويبدعوا في هذا ويفسقوا في هذا، وموجة تكفير من نوع آخر، أي واحد ينتقد تبون فهو من الخوارج، وأي واحد ينتقد تبون فهو من أنا مازال ما انتقدش تبون على فكرة، والله ما قلت فيه شيء لهذه اللحظة. أنا ننتقد في رئاسة الجمهورية اللي قاعدة تسيئه اليوم من هذا، ما تكلمتش عليها. أنا راح نتكلم على تبون بداية من نهار اللي يرجع
ويقعد في المكتب نتاعه، وستسمعون ماذا أقول. اليوم من هذا ما هدرتش عليه خلاص، اليوم من هذا راني ندافع عليه، كل يوم من هذا أنا ندافع على الرئيس تبون، أنا نقول لهم راكم تعبثوا به، راكم أهنتوه، راكم فسدتوا له المشروع نتاعه إذا عنده مشروع. هو يقول عندي مشروع الجمهورية الجديدة وأنتم قضيتوا عليه بهذه الطريقة، إما راكم أنتم العصابة بوتفليقة رجعتوا، ولا أنكم ما عندكمش أي حاجة تقدموها إلا على طريقة بوتفليقة. هذا وش أنا ندافع عليه، نقول أعطوا أخباره بطريقة تليق به كرئيس دولة. راكم أسأتوه وحولتوه إلى مسخرة في وسائل الإعلام العالمية والمواقع الأنترنت، صاروا يديروا في واحد الصور في شبكات التواصل دي واحد العاب، أهنتوه. أنا ما زلت ندافع على الرئيس، وأنا مؤمن بأنه رئيس رغم أن الانتخابات هذيك كانت مشاركة ضعيفة، ولكنني أنا أعترف بأنها مشروعة وأن الرئيس شرعي. أنا راني ندافع على الرئيس، تعرف هذه الحملات وهذه كذا وكذا بهذه الطريقة تبنو، أنا عارف من يقف خلفها بالقائم وجماعته، بدل أن تكونوا في مستوى منصب مستشار في رئاسة الجمهورية، عندك امتيازات، عندك خلصة بالحملاوي وسيارة وسائق، تكون في مستوى هذه الدولة، لا متفرغ لي إلى ذباب إلكتروني، لأنه هذا هو مستوى. شوفوا عهد بومدين وشكون اللي كانوا مستشارين في رئاسة الجمهورية، كان شخصيات من الوزن الثقيل، كانوا إذا تكلموا يهزوا العالم. عندما نبكي على الجزائر نقول الجزائر راهي كانت دولة تهتز لها شوارب الأمم، شوارب الزعماء والملوك والرؤساء، اليوم أصبحت الذباب الإلكتروني يعبث بها في مواقع التواصل الاجتماعي. جي تقول لي دولة إيران نختلف معها مليون مرة، ولكن نكون ساعات نشوف في التلفزيونات مؤسسات عالمية تناقش الموقف الإيراني، وزير خارجية هيقول كلمة، يعقد كبرى المؤسسات الإعلامية يحللوا ما بين السطور وكذا وكذا وكذا. نحن الجزائر حتى في منطقة المغرب العربي ما عندهاش قيمة، ويجي بعد يحاول يصور هذا. شوف يعني الخطط المخزينية، هنا نفتح قوس حكاية بأن الإمارات هدت الجزائر دارها موقع مخزن تابع للمخابرات المغربية، هذه نأكدها. ماذا يريدون؟ يريدون أن الجزائر يدفعوها إلى صراعات مع كل الدول العربية، ويبينوا لك بأن، وهذه من جهة، حتى تكون الجزائر ما عندها حتى علاقة مع العرب، يعني عزلة عربية، تدخل في خصومة مع دول الخليج، وتعرف تأثيرات دول الخليج في أسعار النفط والأمور هذه، معناها مصدر الرزق تاع الجزائريين النفط راح تدخل فيه الجزائر تعبث به في صراعات مع دول الخليج. هذه نقطة. الأمر الثاني، المغرب يريد تصوير الجزائر أنها هي اللي يتصارع معها في قضية الصحراء الغربية، مش البوليزار. لما الجزائر يقول لك هاي الجزائر دخلت في صراع مع الإمارات وهناك أزمة ما بين الجزائر، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.